أنا بعتقد إنه المدير بده يسلم الإدارة لأبي، لأنه على فكرة كتير طول وجوها. تروحي على الكافيتيريا؟ ما فيني هلا، حتى ما عاد أعرف إمتى رح يصير هالشي بعد اليوم. ليش بقى؟ شو الموضوع؟ تعال معي شوي. شو صاير؟ ليكونوا آسيا وعمر قالوا شي؟ إذا كان الموضوع هيك أنا بروح بحكي معهم. أنا بعرف الفكرة يلي براسهم بخصوصي، بس أنا تغيرت. لا لا مزبوط، ما بيحبوك بس ما قالن أي علاقة. مشكلة بأبي، هو عند المدير هلأ وعم يحكي معه بخصوص الشغل، ممكن يرجع. بالله جد؟ لك رجع على المدرسة؟ معناتها ما عاد نقدر نشرب القهوة مع بعض، حتى مو بس القهوة، أنا ما عاد أقدر أقرب منك أبدا. والله ما بعرف بيرك، ما عندي فكرة شو ممكن يصير وكيف رح نحل هالموضوع. حتى أنا كتير بخجل لما فكر بهذا الشيء، وأبي هون عم يفكر بلقمة عيشنا. لا تخبصي حبيبتي، أكيد رح تفكري بهذا الشيء، بالنهاية بعد ما صرنا حبيبين بعد كل هالشهور. كتير بيزعجني نوصل لهون. خلص سكوت، لا تضغط علي، بعدين كان لازم تفكر بهذا الشيء قبل ما تخلي أبي يجن. بشتري له عرباية رز جديدة، أو قيمك من العرباية، أنا مستعد إنه أفتح له محل الرز. بيرك رجاءً ما في داعي لهالحكي الفاضي أبداً، وهلأ مو هي هي مشكلتنا. هدول صاروا حبيبين يا ترى؟ والله وأنا هيك عم فكر، بس إبك ما خبرتني بأي شيء. هن خبروني، مو أنا عملت مداهمة عليهم؟ هن انجبروا إنهم يخبروني هالشي. لا مو لهالدرجة هي حبيبي. على فكرة أنا ما كتير استغربت، كان واضح إنه هيك رح يصير بالدروس الخصوصي. أبوكي رجعت للشغل. يا عيني عليك عمي، ألف مبروك، فرحت لك كتير. بتشكرك. ألف مبروك يا عمي. شكرا يا أبني. نفس الشغل؟ أكيد، السيد أورهان رح يرجع غرفته ورح يرجع على شغله من المكان اللي وقف عنده. أحلى سلام لكل اللي كانوا عم يقولوا مات، الملك رجع من جديد. شش ابني، عيب عليك، شو هالحكي هاد؟ وكن دندن يرم بلكي gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek hay-